طب يا شيخ، لو المستأجر المالك ذات نفسه واخد قرض من بنك عشان يشتري البيت ده، هو المالك، والشركة افترض انها تشتري البيت وقال لها ان هو واخد المبلغ الفلاني من البنك، القرض الفلاني بقدر كذا، هي بتشتري منه برضه وبتسدد اللي عليه البنك ده، برضه حلال؟ يعني هو والمالك واخد قرض عشان يشتري البيت ده. ايوه، الملك اشترى منزلا، صح؟ فهيبيعه للشركة، هيقول لهم والله انا واخد قرض بمبلغ كذا من البنك، فهيقولوا له هنشتري منك البيت لا وانت تسدد بس قرض. ركز معي الآن. الآن صاحب المنزل اشتراه اشتراه، بأية طريقة كانت، تمام ليس لنا دخل كيف اشتراه، لكن تمام أصبح ملكا له، يريد بيعه لشركتكم وأنت الوسيط كده، لا بأس بهذا. تمام شكرا. شكرا.